السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسألتنا اليوم القوة المغناطيسية المؤثرة على الجسيم المشحون، مدونة لفيزياء الإمارات لهذا العام والأعوام الماضية. فتش في المدونة باسم الوحدة وليس برقم الوحدة. مذاكرة الفيزياء تراكمية، أي كل درس بيومه. التكرار يساعد على الفهم والحفظ ويقلل النسيان. بجيب المسألة تقرأها، تلخصها لمعطيات اللي هو مطالب، بتحدد المسألة من أي وحدة دراسية لاستحضار المعادلات المناسبة للحل. توجد مجالات مغناطيسية منتظمة مقدارها 30 ملي تسلا في اتجاه زائد اكس، لذلك كتبت بهذا الشكل. تم اسقاط جسيم شحنته زائد اي، اي شحن يعني شحنة الالكترون، وكتلته هاي الكتلة في المجال على طول اتجاه زائد واي بسرعة في، وتساوي هاي المقدار وبهذا الاتجاه، لان عم يقول في اتجاه زائد واي. طلب واحد، أوجد القوة المؤثرة على الجسيم المشحون من حيث المقدار والاتجاه. من خلال هالمعطيات منجيب هذه المعادلة. كون كيو عوضنا كيو وعوضنا في وعوضنا بي، منكمل العملية الحسابية. لاحظ هون الضرب اتجاهي، الضرب اتجاهي. متجه الوحدة واي في متجه الوحدة اكس، ضرب اتجاهي بيعطينا سالب زد. إذن هي مقدار القوة المؤثرة على الجسيم المشحون، وهذا هو اتجاهها. طلب اثنين، أوجد القوة إذا كان الجسيم سالبا، يعني إذا كانت هذه سالبة. سالب مع سالب يكون في الاتجاه الموجب. إذا كان الجسيم مشحونا سالبا فإن مقدار القوة سيكون هو نفسه، ولكن الاتجاه سيكون على طول الاتجاه زائد زد. ثلاثة، وصف طبيعة المسار الذي يتبعه الجسيم في كلتا الحالتين. بما أنه V عمودي على B، وصف المسار هو دائري، ويمكن حساب نصف قطرة باستخدام هذه المعادلة. وفي رعاية الله، ولا تنسونا من الدعاء.